شخصيته حلوة، كنت أحبه كثير والله. أغار عليه من يكشف ويطلع، أغار عليه ما مدي يطلع. هو يسألني يقول لي ها شلون حلو مين بس يقول لا أنت مو حلو، يقول لا أعرف وأني حلو بس أنت ما تريديني أطلع. قلت له صعبة تشوفين واحد قدامك لك ومات قدامك، صعبة توصفينها ما أقدر أتخيلها. أي شيء يصير شغلة هاي أشتغل، يكون عمري أوهب والبناتي استقر إن شاء الله وسوي لي أقعد لي بيت ومعي وربيني. أحس موجود معايا والله، ما حتى السماعات بداني أسمع أغاني أتذكره. بعد ما رجعنا يعني باسبوعين يعني قتل زوجي، قالوا لي زوجك مقتول، يعني انصدمت، صارت في حالة نفسية يعني صارت شغلة غبية. يعني بس أعرف أقرأ وأكتب وهاي، حتى إني بأي شغلة أشتغلها يعني ما حد يقول لي لا تشتغلين أو ما تصيرين. يجوني بس يعني رفضت، يعني ما يجيني غير التهير يعني المتزوج هاي، بس يعني بعدني مصدومة يعني. ما خالف أنا ما خالف، خليني أشتغل بس ما يكون عيد بنات، يعني ما أريد يعني يصير فرق بيني وبين أي واحد يعني عنده أبي يعني.